واحد من أصعب الأمور اللي ممكن تواجهك في هاي الحياة هي ضبوط العزيمة، أو إنك تشعر بالفشل والإحباط واليأس. الأشخاص اللي بيحسوا بضبوط العزيمة بيكونوا مش بعيدين بالمرة عن مشاكل نفسية ممكن إنها تدمر حياتهم بالكامل. ولو ما كان عندك أو ما كان عندك أمل أو تدخل خارجي لمشكلتك، فعلى الأغلب إنك رح تستسلم ورح تخسر المعركة ضد الفشل اللي عم بتمر فيه اليوم. ولكن أحب أقول لك اليوم إنه الله يريد أن يشجعك، يريد أن يباركك ويعطيك شحنة فرح، شحنة أمل وتشجيع ونشاط جديد. واللي بيخليني متأكد ومتيقن إنه الله يريد أن يبارك حياتك ويرجع لك السلام اللي خسرته من سنين، ويعود يرتب لك وينظم لك أمورك، هو وعوده اللي لازم نتمسك فيها في أوقات الفشل، في أوقات الحيرة، في أوقات اليأس. الله يريد أن يشجعك اليوم من خلال كلماته. النبي داود أعطانا كلمات قوية جداً ومؤثرة ومشجعة بنفس الوقت لما قال في مزمور 18: أرسل من العلا فأخذني، نشلني من مياه كثيرة، أنقذني من عدوي القوي ومن مبغضي لأنهم أقوى مني. لاحظ معي كمان من نفس المزمور عدد 19 اللي بيقول: أخرجني إلى الرحب، خلصني لأنه سر بي. بهاي الآيات الرائعة داود كان بيوصف الأوقات اللي كان محبط فيها وفشلان، ثبوط عزيمة، لأنه عدوه القوي اللي هو الملك شاول كان بيطارده حتى يقتله. وكان الموضوع بالنسبة لداود بيتعلق بالحياة أو بالموت. وبدون شك داود كان مدمر عاطفيا ونفسيا، لأنه كان حاسس بالرفض، حاسس بالإهانة، وأنه هناك عدو قوي مش عم بينام الليل ولا بيهداله بال حتى يخلص عليه. يمكن أنت اليوم وأنت عم تسمع الكلمات اللي بقولها بتكون حاسس نفس مشاعر داود، حاسس أنه هناك حمل كبير على كتافك مش قادر تشيله، حاسس أنه هناك ناس أعداء واقفين لك على غلطة، حاسس أنه ما في أمل ولا حل للمشكلة اللي أنت واقع فيها اليوم. لكن الشيء اللي لازم تتذكره في كل هاي الأوضاع الصعبة وسط عواصف ومطبات الحياة اللي منجتاز فيها، إنه عندك إله بيسمع وبيستجيب، عندك ذخيرة روحية ومعونة سماوية من رب السماء والأرض، إله الكون كله معك ومستنيك إنك تطلب منه. والكتاب المقدس بيعلمنا إنه إن كان الله معنا فمن علينا. تعال اليوم اعمل مثل ما عمل داود اللي كان مأسور بسجن الإحباط واليأس. داود صرخ إلى الله ونجا من كل قلبه وفكره، حط كل ثقته وإيمانه في الله القدير اللي قادر أنه يبدل الأحوال ويغير الظروف كلها لأجل أولاده. وفي وقت ضبوط العزيمة، في وقت المحنة والفشل وانعدام الحل وليس باليد حيلة ولا وسيلة، إجا داود ونظر إلى الله، والنتيجة كانت رهيبة مذهلة. لما نظر داود إلى الله لطلب المعونة، الكتاب المقدس بيقول إنه الله شخصياً تنازل إليه بقوة ومجد وخلصه من ألد أعدائه. والشيء الرائع اليوم مش بس إنه الله أنقذ داود وخلصه، لكنه هيأ له مكان أوسع وأكبر للبركات العظيمة اللي جاية لداود على الطريق. لما الله تنازل وتقابل مع داود كل شيء في حياته تغير للأفضل. داود سمح لله القدير إنه يشجعه ويباركه ويطبطب عليه ويرفع من معنوياته. داود حرك إيد الله القدير بإيمانه وتعلق بإلهه، وانطبق على داود وعد الله القديم اللي قال: لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي. فلو حاسس حالك اليوم منهك، فشلان، تعبان، مش شايف أي مخرج للوضع اللي أنت فيه، تعالي اليوم، تعالي حطي كل ثقتك في الله، أعطيه فرصة جديدة، اسمح له يغير الظروف ويملأ قلبك بالرجاء، بالسلام والأمل. تعالي اليوم وأطلب منه أنه يلاقي الحل لو الأطباء كلهم قالوا أنه ما في حل ولا في أمل. تعالي اليوم وخليه يكون هو الصديق المحب اللي واقف جنبك ويغير أحوالك في كل ظروف الحياة. تعالوا أعطيه فرصة حتى يرد اعتبارك ويرد كرامتك ويرفعك فوق كل ضعف وخوف وحيرة. تعال اليوم وتشجع وتمسك بإلهك. تعال
تعال اليوم وثق بوعد الله اللي بيقول أرسل من العلا فأخذني نشلني من مياه كثيرة. تعال اليوم وصدق إنه الله سيرسل لك معونة رح يرفع عنك كل أحمالك. بحب إني أسمع منك وأصلي من أجلك وأقدم لك موارد روحية بتقدر من خلالها تنمو في مشوارك الروحي مع الله. إلى اللقاء، شوفك عن قريب.